اه لو ما حكيتيهاش ما انت هتفضلي قلقانه وهتفضلي منتظره الحاجه اللي حصلت اللي شفتيها في المنام دي. طب هي مش خير هتحصل امتى؟ فبتستقطبيها لنفسك اصلا. تمام. ايوه. وممكن ما تكونش هي اصلا حاجه وحشه وتكون خير. ايوه. بس انت مش علشان مش عارفه فدايما متخيله الشر فيجي لك الشر. ايوه. فنحكي ايه المشكله؟ لو قلقانه من المنام قوي بتقولي بتقومي تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتدفلي على شمالك. ايوه ايوه. زي ما احنا عارفين. أيوة. وخلاص. ايوه. تمام؟ لكن لو حكيتي المنام لحد انت بتثقي فيه خلاص تمام؟ تمام. يعني يعني يقال مثلا ان الاسنان لما تقع في المنام بلاش تحكيها. لو شفتي مثلا واحده شافت زوجها طلقها بلاش تحكي. مثلا لو شفتي يعني بيخافوا لا يقع الحلم لان في حديث عندنا النبي الحقيقه مش متذكراه بس يعني والسلام. اعتقد يعني يا رب يكون ان شاء الله الحديث يعني صحيح. انا طبعا ما معناه ان لو حد حلم بلاش عشان ممكن يقع ده. احنا اهو التليفونات بقى تليفونات. كنت عارفه ان انا مش سارة. مش هلحق اجاوب يا ساره. الو الو مساء الخير. ازيك يا حلوه؟ مساء النور. ازي حضرتك؟ ازيك جميله؟ اتفضلي. باذنك ان في حلم بيتكرر معايا كتير قوي. معاكي الاستاذه سماحه قولي بقى. هو تقريبا كل اسبوع مثلا ولا حاجه انا بحلم ان انا سناني بتقع بقى في ايديا كده وانا ببقى مخضوضه جدا في الحلم لدرجه ان انا بقوم من النوم برده حاسه ان سناني وجعاني يعني حاسه ان بقي وجعاني وسناني وجعاني وتكرر معايا اكتر من مره. طيب الاستاذه ساره. يا ساره انسه ولا متزوجه؟ لا انسه. انسه. اوكي يا ساره. طيب في ناس كتير بتقول ان الاسنان لما بتقع بتبقى موت. دي لا. اوكي هي ما بتبقاش موت. هي الاسنان بتبقى ناس في العيله او شباب حد صغير هيحصل له مثلا حاجه هتزعله حاجه هتوجعه اما مرض او حاجه نفسيه. وبعد كده بتكون الى زوال مش شرط يكون موت خالص. تمام. تمام. الدروس في المنام دي اللي بتبقى حد كبير من العيله. ايوه. تمام. فهي ما بتبقاش موت لكن ممكن يكون حاجه هتحصل مش حلوه قوي للشخص وبعد كده بتزول. في ساره. ساره هي اللي عندها مشاكل كتير مشغوله بحاجات كتير حواليها ودايما حاسه ان في مشكله هتحصل لها من حاجه معينه. يا حبيبتي. فهي منتظراها. طول الوقت منتظراها وطول الوقت بتفكر فيها ان زي ما اتكلمنا ان الاحلام دي حاجات برضو ليها تخص العقل الباطن شويه. ايوه. فده عند صوره والله. طيب. اعلى واعلى. معانا سليم من الاسكندريه. يا سليم. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ اتفضل. الحمد لله تمام. سالت حضرتك لمت فيلم كده كان فيه